نتشرف بالاسم. عزة سالم. عزة سالم، سنك كام عزة؟ 45. 45، والله العمر كله. زين عزة، سويتي تمثيل قبل، مسرحي، افلام، مسلسلات؟ هذا اشتغلت في مسلسل وفي برامج وفي اعلانات وكليبات. زين، شو اشتغلت في مسلسلات؟ شو يعني مسلسل الدخول في الممنوع؟ شو الدخول في الممنوع؟ شو هذا يعني؟ كان فنانين معروفين كبار نجوم؟ والله ما اعرف انا. المهم طيب، وشو ثاني؟ وحوالي 4 برامج، منهم برنامج مع سعد الصغير. زين، وبرنامج على قناة سعد الصغير، هذا القصير المطرب. والله لا، المطرب هذا احبه هذا. ايه المهم، وبرنامج على قناة المحور. زين، وعملت موديل في كليبات واعلانات وكذا. موديل شو؟ تمثيل. موديل تمثيل، اداء تمثيلي يعني. تمثيلي. زين، متاسف، الاسم مره ثانيه؟ عزة سالم. عزة سالم، والله تعذرين يعني، مصر وكثرة الاسامي وكل هذا يعني، يعني واحد ما يتذكر بسهوله يعني. المهم يا عزة، طيب سوي لي شو الحين طيب عشان اقدر اشوف شو اللي مجهزاه محضراه شيء؟ انا ما جهزتش، انت عايزني اعمل ايه ونعمله؟ انت ما جهزت شيء؟ لا يعني انت جايه كاست ومو مجهز اي شيء؟ محدش بلغني بصراحه ان في مشهد هيتعمل كده. الكاست شو تسوي في الكاست انت؟ هو عاده في الكاست بياخدوا البيانات قدام الكاميرا بس وكده. بس اوقف، انما لو مشهد يعني بيقولوا عليه اوديشن، تعمل اوديشن. يا استاذ عزة، الاوديشن هذا بينك وبين الكاميرا على طول. انا الحين اقول لك كاست كاست كاست، ابي اشوف تمثيلك. انت كيف ما جهزت الكلام هذا؟ ماشي، مش مشكله، اعمل اي حاجه يعني عندك. سريعه التفكير يعني. اوكي، ما فيش مشكله. زين يلا قومي سوي لنا شيء. شو بتسوي؟ كوميدي، درامي، مشهد من مسرحيه؟ مسرحيه. معروفه ولا مو معروفه؟ لا مش معروفه قوي. لا ابي شيء معروف صراحه، انا ابي اشوف شيء يعني، اشوف انت تتقمص الشخصيه صح ولا لا يعني. لا تقولي شيء مو معروف وانا ما اعرف يعني. وانا هقلد الناس يعني؟ طب ما انا ليا شخصيتي. ايه شخصيتك اوكي، ما عندي مشكله، بس انت اهم شيء اكون عارف شو المسرحيه، شو الفيلم، شو المسلسل. اكون عندي فكره بس بصراحه. قول لي يا احمد اعمل ايه؟ مش عارف شو. مش مجهزه حاجه بصراحه. مو مجهزه شيء؟ قول المشهد اللي انت هتعمليه. ممكن اعمل اي حاجه، مش شرط يعني دور من اي حاجه يعني. زين يلا. ها اوكي، ايش تسوي؟ ماشي. بس انا كيف انت جايه مو مجهزه؟ كيف هذا الكاست جايه مو مجهزه؟ كيف يعني؟ الغلطه مش من عندي والله، مش عارف. مو من عندك؟ لا. زين خذي راحتك يعني، بعد الكرسي شويه وخذي راحتك يعني. شو المشهد اللي بتسويه؟ قولي لي شو المشهد. يعني انا مراد بواب. شو مراد بواب؟ اوكي. شو بواب؟ حارس عقار. حارس عقار يعني. اوكي، طول النهار قاعد على الدكه بره وسايبني انا شغل العماره كله على دماغي يعني. انت شايل الشغل كله؟ زين اوكي، بس في حوار بقى. يلا يلا يا عزة. ماشي. يا سيد يا سيد، شوف الراجل طول النهار قاعد على الدكه بره وطول النهار يغني: يا بنت جمالك هبشني، يا بنت جمالك هبشني، يا كبشتي بشقية في مصارينك يا بعيد. يا سيد جبت الجرايد يا سيد. الله يسامحك يا ابويا، لو كنت اتجوزت اللي في بالي كنت زماني هاني وقاعده متستته، واقول يا بنت ودي ويا بنت هاتي. مش المنيل ب60 نيله ده؟ يوه انا نسيت البيع هيبهدلني. يا سيد يا سيد، بس خلص خلاص. والله انا اللي كل اللي فهمته في الموضوع ان سيد سيد بس، ما فهمت شيء ثاني. وين موهبتك يا استاذه؟ وين وين؟ سيد سيد سيد، كلامك كله سيد سيد، وين الموهبه مالك؟ اعمل ايه ثاني بس؟ يلا فكري شيء ثاني، يلا لا تضيع الفرصه من يدك بس على الفاضي. قول لي يا احمد اي حاجه يا احمد كده. زين كلميني انا على طول وعرفيني وانا بفكر وياك. ندخل ارتجال ويا بعض؟ ماشي اوكي يلا. ها شو تبين تدخل ارتجال؟ رومانسي، درامي، حزين، درامي عادي، شو تبين؟ خليها دراما عادي. درامي عادي. زين شو رايك احنا الحين نمثل ان احنا متزوجين
وانا جيت من برا من الشغل وما شايف ولا وكيل ولا مهتمه في البيت ولا شيء، ويالسه ولا تسوين اي شيء، وخلنا ندخل في الارتجال كذا ويا بعض. ماشي، شو رايك؟ ماشي، حلو حلو، يلا زين. يعني سوي لي اي شيء، يعني كنك يالسه تلعبي سوي اي شيء. ايوه قاعد على النت بقى. ايه قاعد على النت. قطع النت ونتيته واللي بنتيته عليه. ايه والله هذا احمد مكي والله عسل. عزه يا عزه، انا كل يوم اجي يا عزه الاقيك قاعده على النت. شو يا عزه؟ عندك بيت يا عزه، وعندك اشياء مسؤوليه ثانيه يا عزه، حتى ما تشتغلين ولا تسوي شيء. انا اشتغل من الصبح لليل وانت وما تسوين البيت، مو مهتمه به. وين الوكل؟ ما شامم ريحه وكل. بجيب دليفري كل يوم ولا شو يا عزه؟ وانت واخدني طباخه وغساله ولا ان شاء الله؟ شو طباخه وغساله؟ انا جايبك متزوجين على سنه الله ورسوله، قلت لك سيبك من الشغل من برا وانا بعطيك اللي تبينه. وانا قلت وين 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 اللي تسوي؟ وين وين اللي تاخذي؟ انت الحين تاخذي فلوس وتاخذي مرتب شهري، ابي اعرف وين المرتب الشهري، وين تودينا؟ وانا الا لك قبل الجواز لا ليا في الطبيخ ولا ليا في الغسيل، اعمل لك ايه تاني؟ متزوجك من ملكه جمال مصر؟ خنقتيني يا عزه. هات لي خدامه. خدامه شو؟ انت المفروض تخدمين علي انا. ليه ان شاء الله؟ شو ليش ومش ليش وليش؟ مش كفايه اني وافقت اني اتجوزتك ولا ايه؟ وافقتي انت ما تتمني اصلا انت، وانا تحصلين انا. انت كنت الطول. انا طول؟ اه يا ست الحلال، شوفي وين طولك وانا طولي. انت يابا تحيلت عليا وحفيت ورايا. يا عزه لا تحسين بملكه جمال، انت وين انت بملكه جمال يعني؟ انت انسانه طبيعيه، لا تخلينا نغلط في مش ملكه جمال ليه يا اخويا؟ يا حسره ما كنتش بتجري ورايا؟ وين اركض وراك انت؟ انت تركض وراكي كيف انت؟ كيف زي الناس كده حق. شو رد فعلك يعني بعدين يعني الموضوع هذا؟ بعدين ايه ان شاء الله؟ شو بعدين ان شاء الله؟ عايز تاكل؟ ارمي عليك طلاق وامشيك عند بيت اهلك احسن؟ شو رايك؟ والله يكون احسن وارتاح منك ومن وشك ومن قرفك كل شويه وزعيقك. زعيبي هو في ايه؟ من وجهي ومن قرفي. اه زين، شوفي يا بنت الحلال، انت روحي من بيت اهلك عشان لا اضربك ضرب واوديك على المستشفى بعدين. روحي بيت اهلك. خوفتني. ايه لازم اخوفك. شو ما تخوف مين يا بابا؟ يا عزة ده يوم المنى، يوم ما اخلص منك يوم المنى. اه طبعا. يلا يلا يلا, يلا. روحي روحي، ما ابي اشوف وجهك مره ثانيه. يلا يلا. انا غلطان اصلا، سويت لك اعتبار اصلا. يلا مشي يعني. ها بس يعني شو بعد يعني؟ وين 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 بعد يعني؟ كنت المفروض تكلمي وياي تهديني تسوي شيء، مو على طول انفعال انفعال انفعال. لا ما انا يعني لازم تلاقي الدراما فيها كذا وسط، وسط انفعالي وهذا يتنرفز ويتعصب وهذا، وفي وسط ثاني يعني شويه كلمه دلع على هذا نهدي الاداء. انت على طول طالعه فوق فوق فوق، انت قاعد تطلعي ما تنزلي، حتى مو بوسط تطلعي وتنزلي. هو عايز كده. لا مو موقف عايز كده، انت المفروض تحركين الموقف. انا الحين جاي يتعصب عليك واتكلم وياك اقول لك وكل والكلام هذا، انت المفروض تتكلم وياي تقولي يا حبيبي والله انا غصب عني كان عندي مثلا شغل برا، صاحبتي جاكلي والحين مشيت كده، تعدلين الامور. انما مو كل شيء على طول عالي عالي عالي. وين الموهبه في عالي؟ زين ما عندي مشكله اتعصب عليك وانت تعصبين علي، وين الموهبه فيها؟ الموهبه انك انت تجيب الانسان من فوق لتحت، تقدري لو هو متعصب تقدري تهديه، لو هو هادي تقدري تعصبينه. تمام فهمتي؟ زين انا الحين ما في ارتجال مره ثانيه وياكي، ابيك تسوي لي شيء من موهبتك وتطلعيها. اي شيء اي شيء. لا تضيعين فرصتك، اقول لك مره ثانيه هذه فرصه ليكي، لا تضيعين على الفاضي. فكري، مو بلازم تشوفي ناس ثانيه، فكري شوفي شو بتسوي. انت موهوبه، سويتي مسلسلات وافلام، حتى مشهد من مسلسل سويتي قبلك شيء، خلينا نشوف على الطبيعه. والله ما عارف. طيب اعمل دور معلمه ولا اعمل ايه؟ مش عارف. معلمه والله. ايه لايق على المعلمه. يلا بس سوي دور صح يعني. ها مو ب ابي اقتنع بيك يا عزه، وفي ناس ثانيه بتشوف هذا الكلام يبون يقتنعون بيكي. ماشي، لا تضيعين الفرصه، اخر مره اقول لك عليها. ها انت يا بت
جبت غلت النهارده ولا لا؟ ليه ناقصه ليه ان شاء الله؟ مفيش حد اشترى النهارده؟ هتعملهم عليا، اقعد على جنبي كده. يا اهلا وسهلا يا معلم، نورتني. ايه بقى مش هنشتغل مع بعض ولا ايه؟ انت مش وعدتني الشغل هيبقى بالنص بيني وبينك؟ عينيا الاتنين. اعمل ايه تاني؟ مش عارف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش عارف والله. انا اللي غلطان، انا جيت مصر ولا شو؟ طيب يعني انا جاي عشان اختار مواهب جديده ووجوه جديده عشان اقدر اسوي فيلم كامل على وجوه الجديده. كيف اخذك وانت الحين ما تعرفين شو تقولي؟ كلمتين على بعض ما تقوليهم. وين الكلام يا عزه؟ يا عزه التمثيل الموهبه وينها؟ انت جاي تضيع وقتك وقتي ولا شو؟ ابي افهم. ده مش عارف. شو مش عارف يعني؟ جاي تضيع وقتك؟ يا الله، لا تقعدين ساعتين عشان تفكرين. سويت مره ثانيه كاست هذا قبل، ويا وحده قعدت 5 ساعات عشان تفكر. والله مليت من التفكير هذا يعني. سوين طلعين باور في اي شيء. ارتجلي، شوف انا كيف ارتجلت وياك على طول دخلت في الموضوع. طب يلا نعمل مشهد. لا ما بسوي ارتجال مره ثانيه لا وياك. خلاص انا الحين ابي اشوف موهبتك انت. لما ادخل في ارتجال وياك نص موهبتك ما تبان. ابي اشوف انت لحالك منفرد. يا ريت تفكرين بسرعه عزه لو سمحت يعني. اعمل ايه؟ اغني لك اغنيه؟ تغني لي، صوتك حلو يعني. يلا خلينا نشوف، ها ممكن تنفعين في الغنى ما تنفعين في التمثيل. اوكي يلا غني. حاضر. صوتك حلو عزه. مش قوي، انا ما وعدكش بصوتي حلو. ما توعدنيش. ايوه زين. لا تغني، لا تغني يعني. انت لو شايف ان صوتك مو حلو قوي لا تغني. لو شايف ان عندك ثقه فيها في الغنى يلا سمعينا اطربينا. حمال الاسيه ظالمينك حبايبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي. حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية. أقول لك دول فاتونا فاتونا، تقول لي ده كلام. واقول لك يلا نهجر، تقول لي لا 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 حرام. بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام، واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام. خصموك وتصالحهم وتقول دول حبايبي. حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية. برضو مش عاجبه. مش عارف والله. أنا لو عجبني أكون أنا إنسان ما أفهم شيء بصراحة. لو عجبني هذا الصوت أنا بكون إنسان ما أفهم شيء في الموسيقى ولا الغنى ولا الطرب ولا أي شيء. حرام عليك. حرام. غيرت الاغنيه كلها. الاغنيه هذا انا كنت احب اسمعها زمان، والله ما اسمعها بعد هذا الكلام. والله ما اسمعها خلاص. اخر يوم اسمعها اليوم انا منك. ايش الكلام هذا؟ وين صوتك؟ هذا مو صوت. هذا منو قال لك صوتك حلو صراحه؟ ما فيش حد. انت اقنعت نفسك ان انا صوتي حلو وقلتي اغني. انت اي شيء تسويه اهم شيء، اي شيء المهم تاخذي الفرصه وخلاص صح؟ لا احسك كذا. لا وين الغنى يا عزة؟ وين الصوت مجاز هذا يا عزة؟ لا يا عزة لا. خليكي في التمثيل أحسن. سوي لي شيء موقف كوميدي، أي شيء. ضحكتك حلوة، سوي لي موقف كوميدي شيء كذا. سيبك من الدراما وسيبك من الغنى وسيبك مني أنا شخصيا. عيشي ويا نفسك ويا حالك كذا وسوي موقف كوميدي. يلا أشوفك. بسرعه يا عزه، شويه في التفكير، مو بكل شويه كذا ساعتين ثلاثه. افكر والله
انا لو قدام ورق هشوط على طول. تشوطي؟ شو تشوطي يعني؟ شو معنى تشوطي؟ اشوط يعني اعمل المشهد بسرعه يعني. انا رايي انك انت تشوطي نفسك وتروحي على البيت تاخذي حمام وتروحي تنامي تضغطي زين ويكون 100 100، تشغلي التكييف. هذا اهم شيء بالنسبه لي الحين صراحه، انا ما شايفك غير هذا انك انت تاخذي بعضك الحين وتروحي تتكلين على الله على البيت وتشوفي حالك في البيت، تكملين غسيل اكل شيء. عيال بقى عيال، ما ادري عندك عيال عزه؟ انا جده. جده؟ اه حرام عليك والله، والله حرام عليك. جده وصلت الجده طبعا، وعيالك طالعين منك كذا واخذين نفس الشخصيه؟ لا ما فيش حد في الفن خالص يعني. ما في حد في الفن يعني؟ انت اللي في الفن؟ طبعا. يا حسرة عليك يا حسرة عليك، انت اللي في الفن يعني هم مش في الفن؟ ها لا. انزين عزة، انت الحين ما بتسوي شيء كوميدي ولا بتسوي اي شيء ولا خلاص انت كل تفكير وقف صح؟ تفكيري مشلول. انت شو جابك عليه اليوم بصراحة؟ جيت اليوم شو تسوي يعني؟ هو قال لي كاستنج بس ما قاليش جايز. يعني شو تسوي في الكاست يعني؟ هو عادة هنا الكاستنج يعني تعمل باسمك وبياناتك قدام الكاميرا ده هنا بس كده. هذا الكاست مالكم؟ انا يعني انا ما بقدر اقول لك اي شيء غير انك انت الله يوفقك في حياتك. امين. وان شاء الله بتاخذين فرصة احسن من هذه. بس يعني لو سمحت يا عزة، لو سمحت ابعدي عن شيئين. الغنى؟ ايوه يا سلام عليك لما تكوني كذا معترفه. الغنى الثاني شيء. اوعى تقولي التمثيل. اوعى اقول لك هذا التمثيل قبل الغنى. انت ما عندك ولا موهبه تمثيل ولا موهبه صوت ولا موهبه شيء. انا لو غنيت بجيب صوت اكبر منك يعني. ايش تقولي؟ انا صوتي بهذا الصوت انا اقدر اجيب صوت احسن منك. كل واحد وصوته بقى. زين يعني كيف انت ولا غنى ولا تمثيل، ليش جايه عزه اليوم انت؟ جاي اتفسح. تتفسحين؟ اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ استاذ عزه فسحه سعيده ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله اشوفك ان شاء الله باذن الله في ايام ثانيه ان شاء الله. واذا كان في مستقبل وياكي انا بتف على وجهي والله العظيم صراحه، انا بجيب كذا المرايه بتف على وجهي على طول، بقول هذه كان الموهبة قدامك وانت ضيعتها من ايدك. ان شاء الله بالتوفيق، حياة كريمة باذن الله. متشكرين استاذ عدة، متشكرين. عطيه مال الاعداد ما ادري يعني، لا تعطيني انا بعد يعني بشتغل كمان باخذ منك المايك يا عزة. شوفي عزة، شوفي عزة، انا جاي عشان موهبة. انت ما في موهبة يا عزة. ليش جاي يا عزة؟ حرام عليك والله. بعت لك مشهد وتحكم على بعت لاحمد مشهد. تبعتينا مشهد؟ شو انا شايفك على الطبيعه الحين وش مشهد؟ نورتينا عزه، نورتينا نورتينا عزه. حرام عليك والله استاذ احمد.